مش متأكد، لكن على الأقل هذا أول شريط موجود في الإذاعة. نعم، نرجع نمسك عمنا رامي، لأنه أحد الفرج اللي بجد في الغنوة دي، فرجة قوي رامي في الغنوة دي، يتشاف خالص يعني. أولا الغنوة دي أنا سمعت مرة، أذكر أني سمعت مرة نجل شاعرنا الكبير أحمد رامي بيحكي أنها تسببت في خلاف عائلي، وأنه أنت عارفين طبعا أنه كانت هناك قصة حب صامتة ما بين رامي وأم كلثوم، وجددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح كانت علامة على أن هذه القصة عادت مرة أخرى للظهور. ولكن أذكر أني سمعت من نجل أستاذ أحمد رامي في الإذاعة يعني أن السيدة والدته، السيدة زوجة شاعرنا الكبير، تغاضت واستوعبت الأمر وفوتتها، لأنها كانت تحسب حسابا كبيرا للزواج من فنان ولإلهامات الفنان والإبداعات اللي ممكن تكون حوالين الفنان وحتى خواطر الفنان وهواجسه. لم نترك هذا الأمر الشخصي، بس الكلام بيجيب بعضه يعني. طيب أهم ما في المذهب بقى، جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يعني بحر صغير، راجل مش كبير. جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، حرام عليك خليه غافل عن اللي راح. عندنا قفيتين، جددت حبك ليه وحرام عليك خليه، يعني ليه وارتاح وراح، قفلت آح يعني ألف حاء في الآخر. طيب كلمة غافل ليه قال غافل؟ ما كان ممكن يقول حرام عليك خليه لاهي عن اللي راح، أو كان ممكن يقول حرام عليك خليه مثلا ايه ناسي مثلا مساهم اي حاجة، كان يدور له على حاجة غير غافل، خصوصا وانها مش من الكلمات الشائعة الاستخدام. الحقيقة اني فكرت فيها، لقيت انه لو حط لاهي مثلا تساوي انه وجد وسيلة ما تسري عنه، يعني لقى حل تاني يخليه يسيب الحكاية بتاعت الحب دي. اما الغفلة، اما ان يكون الانسان غافلا عن شيء، اعتقد انا حقيقة برضو مش عاوز انظر في اللغة قوي، لكن اتصور ان هناك منطقة بين التذكر والنسيان، يعني مش ناسي ومش عايز افتكر، يعني المنطقة القابعة بين الشعور واللا شعور، اللي هي المنطقة اللي بيسموها علماء النفس ما دون الشعور. أتصور أن غافل هنا تساوي في المشتقات الجديدة، لو قال خليه مطنش عن اللي راح، حقيقة تساويها كده معنى، يعني أقصد أقول الذي لا يريد أن يتذكر بإرادته هو شخصيا، لكنه لم يجد تسلية تعوضه عن هذا. فأرى غافل هنا أحلى كلمة كان ممكن تتحط، وطبعا كلمة مفاجأة ومباغتة بالتأكيد. طيب بالهجل وانت قريب مني، كان فيها امل في وصالك يوم، لكن بعادك ده عني خلى الفؤاد منك محروم. كل ده لطيف طبعا، لاحظنا انه غير البحر، وهنا بيساعد الملحن على ان يتحرك بشكل ايسر. يا هل ترى قلبك مشتاق، بص 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 منظور رامي للحب بقى، يا هل ترى قلبك مشتاق يحس لوعة قلبي عليه. اذا هو تفاعل وخد وهات ما بين قلوب، ما بين قلبين، وشعل للنار والأشواق اللي طفتها انت بإيديك. احنا هنوقف هنا على فكرة، هنوقف في المنطقة دي، لكن شفتوا منظور رامي للحب هو تبادل وتفاهم ما بين القلوب. عم رياض كمل في النهواند ودخل مستقر، جددت حبك، كل اللفظ ده، كل الشطرة دي يا جماعة، جددت حبك، الخمسة دول خمس حروف موسيقية هم حرف الدو، هم أساس النهواند، واخدين بالكو؟ يعني داخل يرمي المقام جوه القلب مباشرة، خلاص أنا اتسلطنت هنا. بيكمل المذهب طبعا، اتفرجوا على أداء أم كلثوم المعجز. الحقيقة أنا نفسي باشمهندس علي حسن يسمعنا حرام عليك اللي بتقولها أم كلثوم مرتين، هي بتقولها مرتين، حرام عليك حرام عليك ده قوله واحدة يعني مرة،
وبعدين حرام عليك حرام عليك التاني. الأولانية هنشوف بتقولها ازاي وهنسمع التانية بتقولها ازاي، وده بتغني في نفس اللحظة يا جماعة ولسه داخلة تغني من أقل من دقيقة ونص. تسمع يا باشمهندس سمعنا الاثنين حرام عليك. ادي اول اثنين حرام عليك مع بعضهم، نسمع الثانيين بقى. لاحظنا الاولانيين صراحه جدا حرام صريحه جدا عليك. طيب نسمع بقى الثانيين حرام عليك حرام عليك. في كده في الدنيا والنبي، النبي في كده في الدنيا. طبعا القفله حرقه، قفله جامده قوي بتعرض فيها الست ام كلثوم، هي كانت حريفه قفلات بقى، تعرف تجيب التسقيف، تعرف تخليك اجباري تسقف، لو ما سقفتش تبقى مش في الحفله او نايم بقى او اي حاجه، لكن موجود في الحفله وبتسمع هتسقف. بنمشي مع الكوبليه، لا يغير السنباط من النهاوند الا عند لكن بعادك ده عني، بيروح مقام اسمه الشد عربان، وهو هو مقام الحجاز الحقيقة لكن متغير النوتة الموسيقية. مهم يعني من هذا المقام اشمعنى غيره هنا؟ عشان لكن بعادك ده حالة اخرى للهجر، وانت قريب مني كان في امل في وصلك يوم ماشي، لكن بعادك ده عني خلى الفؤاد منك محروم، ده موضوع تاني، لكن بعادك هو خلاني دلوقتي محروم منك، اذا قد يستوجب الامر ان اغير مقاما او لا يؤخذ علي ان اغير مقاما. ويروح عامل التغيير الثاني وراها غرزتين بيرقص في ملعب كوره مفتوح بتاعه، عند فين يا اخوانا يا هل ترى قلبك مشتاق، بيروح رايح على بيات النوى. ونسمع بقى اللي قلبك يحبه. لاحظوا هنا بقى ام كلثوم والفرقه حصل نوع من المداعبه، هم فاكرينها هتخلص وهي مصره متخلص، يعني بتعيد تاني اللي طفيتها انت بايديك يا هل ترى وتروح عايدة تاني، هو سمح لها عامل لها لفة تخليها تقدر تعيد ان شاء الله 20 مرة، لكن عايد 4-5 مرات. انا نفسي واحد يقول لي مرة زي التانية، نفسي بالنفس كده واحد يقول لي مرة زي التانية في هذه الاعادات. فيهم مرتين الفرقة بتفتكرها هتخلص تروح هي لماهم وعايدة تانية وعايدة مرة تانية ويروح هم قايلين وراها. نستمتع سويا يا اصدقائي بجددت حبك ليه من المدخل الى اللي طفيتها انت بايدك. Thank you.
الله 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 يا عيني يا عيني. يدخل علينا رياض السنباطي بعد كده بتغيير ثالث مفاجئ مباغت. لازمة دي اللازمة دي نصها يعني كأنه بيخمنا في الأول، بيدخل علينا بمقام اسمه مقام السوزناك. ومقام السوزناك يا أصدقائي الأعزاء هو من المقامات اللي أنا بسميها عرايس البحر. عروس البحر يقول لك ايه، نصها التحتاني سمكه ونصها الفوقاني بني ادم. النوع ده من المقامات زي السوزناك. السوزناك ده تلاقوا نصه التحتاني رست ونصه الفوقاني حجاز. اذا هو مقام ذو تركيبه مزدوجه، لكن عمنا رياض على العموم بياخد منه كوبري تمهيدي فقط ليعود الى الرست مره اخرى في احد اجمل كوبليهاته. بصوا بقى عم رامي واللي بيتفرجوا على الشويه دول بقى، لما لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان. اتفرج يا سيدي، هان علي الهوان، الفعل والفاعل هما نفس الكلمة، ده من نوادر اللغة العربية على فكرة. هان الهوان يعني وافقته، يعني رضيته، يعني قابلته، يعني استحللته لنفسي أن تهان في حبك. جميل. أنا لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان، أقدر أجيب العمر منين ورجع العهد الماضي. اللي كان فيه ايه بقى العهد الماضي ده؟ يعني اصلا العمر ما يكفيش نرجع العهد الماضي، لكن كان فيه ايه العهد الماضي؟ ايام ما كنا احنا الاثنين انت ظالمني وانا راضي. يا سلام يا سلام، اي دغدغه لمشاعر الرجل الشرقي، واي لعب على اوتاره وعواطفه كلها، واي لعب كمان على المراه الشرقيه العربيه وقوتها المستمده جدا من ضعفها. بغض النظر عن أن هذا كان شعورا من رامي، عن أن هذا كان حبا من رامي في أم كلثوم، لكنه جاء متوافقا تماما مع النفسية العربية بشكل عام. طيب نتفرج على عم رياض بقى وهو بيمهد لهذه القفلة العبقرية. فرجوا صوته وهو بيبتسم في ورجع العهد الماضي، أيام ما كنا احنا الاثنين. من أول الاثنين هو خلاص ابتدى يجهز للقفلة. الاثنين انت، احنا فوق في اخر الراس اهو، ظالمني بننزل وانا راضي. خلي بالكم انه طلع انت الاعلى، انت صاحب القدرة، انت صاحب الحركة، انت الاهم بمعنى تاني يعني. ظالمني العالية وانا راضي، هذا الخفوت والاستكانة هو المقابل للرضا والخنوع اللي هو موافق عليه، ما عندوش مانع يعمله. في نفس الوقت الابتسامه تساوي الموافقه، هذا كان يحدث زمان. فرجوا عليها هي بقى، انا نفسي والنبي نفسي تركزوا على اعادتها، كل اعاده بمنطق مختلف، كل اعاده لسبب شعوري او سبب حسي عندها هي عايزه تبروزه. اصدقائي المستمعين، تعالوا نتفرج من اول انا لو نسيت لحد انت ظالمني وانا راضي. Thank you.
ساتر يا رب يا ساتر يا رب. معقولة جمال القفلة دي؟ المهم ياخدنا رامي وبالتالي ياخدنا الصنباطي الى منطقة ممكن نسميها استعادة النفس. فجأة يفوق لحاله ويقول لك صعبان علي اقول لك كان والحب زي ما كان واكتر. ياخدنا الصنباطي كمان معاه الى استعادة النفس، الى استعادة الشعور، ويروح نائل من هذا الرصد الجميل الى النهاوند، الى حيث المشاعر الدافئة المرهفة الميالة يمكن للحنين للحزن لحاجة بالشكل ده. يعني المهم ينتقل الى مقام اخر ربما يساعده عاطفيا على هذه الافاقة. ولكن حتى هذا المقام، حتى مقام النهواند لم يستمر كثيرا في ايد العملاق هذا الصنباطي. بمعنى الحب زي ما كان واكتر من اول وفكرك بليالي زمان الجرح اكتر. راح لمقام اسمه الاثر كرد، مقام حنين وحزين جدا. ووصل في جنته حتى الاثر كرد ما كملش، ووصل في جنته دخلنا الرصد. انت النعيم والهنا روحنا البياتي النوى مرة تانية. إذن هذا العنقود المقامي استعمله الصنباطي للتعبير عن ما يريد أن يبوح به من مشاعر. فنتفرج على رامي بقى لأنه ده ما يتسابش برضه. أنت النعيم والهنا، أنت العذاب والضنا، طب والعمر إيه غير دول؟ مفيش طب يعني، طب دي من عندنا. والعمر إيه غير دول؟ لو فات على حبنا سنة وراها سنة حبك شباب عطو. شوف الثلاثية، انت النعيم والهنا، انت العذاب والضنا، والعمر ايه غير دول. اتنين انا واحد قول، لو فات على حبنا سنة وراها سنة حبك شباب على طول. مرة تانية يجد الصنباطي نفسه امام منطقة يقدر يتفقهن فيها ويقدر يلعب ويقدر يعمل قفلة 10 على 10. فيروح حاطط شباب الطويلة دي فوق مستقرا على جواب الرأس، المنطقة العالية من مقام الرأس، ويدي زخم لطول فتقول طول الثلاثة دول بيساهموا في إطالة الأمر ثم القفل. هي طبعا فرصة، يا سلام هات يا حبيبي، بتاخد منه وتبدع. يعني مثلا يتفرجوا عليها لو سمح المهندس علي حسن يدينا والحب زي ما كان واكتر، نسمعها في مرتين كده قالتهم ازاي. والحب زي ما كان الله 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 الله، يعني بالحب واقفه وزي ما كان برصانة شديدة وكأنها واثقة ومتأكدة وواقفة واكتر. طب نسمع والحب زي ما كان واكتر المرة اللي بعديها يا باشمهندس. يا شيخ يا شيخ في كده في البيت. طيب والحب زي ما كان، يعني في اتنين زي بقوا، وزي ما كان واكتر موصولة في 17 ثانية.
ايه ده؟ طيب وفكرك بليالي زمان. خلوا بالكم بقى من زمان، احنا معنا ايه 4 5 6 زمان، الاثر كورد دي اللي قلنا عليها. يتراوح الاداء في زمان في حدود من مثلا نقول 13 الى 18 19 ثانيه في الكبيره بتاعتهم، لكن 18 19 ثانيه بعرض الصوت كله وبذبذب زمان كده اهو بتهز كل ده بيسحب نفس. اتفرجوا بقى على 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 جمال الإوالة العربي، اتفرجوا على حلاوة الإوالة العربي في هذا المقطع بدءا من صعبان علي إلى حبك شباب على طول. الله الله. بما ان الوقت مش هيكفينا فتعال نتكلم في اللي فات شويه، يعني حاجه مستاهله الحقيقه. يقول لي طب
صنباطي ليه عمل النعيم والهنا زي العذاب والضنا؟ قالك انت النعيم والهنا وزيها انت العذاب والضنا، مش كده؟ هم طب ليه عملهم كده؟ لو بصنا للكلمة اللي وراهم على طول هنلاقي رامي بيقول ايه، والعمر ايه غير دول؟ يعني اذا العمر هو النعيم والهنا وهو العذاب والضنا، اذا هنا يتساويان في المطلوب ان يثبته رامي. مش قاصد يفرق بين النعيم والهنا والعذاب والضنا، لا ده بيلمهم على بعض، لان العمر لا يساوي الا دول. اذا ما كانش مطلوب من رامي من الصنباطي ان يغير او ان يفارق بين لحن النعيم والهنا هنا والعذاب والضنا هنا. هما صحيح كفتي ميزان لكن هنا يجتمعان ولا يتفرقان، يجتمعان كي يشكل العمر كله. أصدقائي واضح ان احنا لازم نوقف كلام دلوقتي لضيق ذات الوقت، وقت مش هيكفي طبعا، وكده يبقى لكم عندي بقيت غنوتين، بقيت ثورة الشك وبقيت جددت حبك ليه. لكن فلنمضي ما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى هذه الرائعة، إلى أم كلثوم وإلى رياض الصنباطي وإلى رامي، والماراثون الغنائي الجميل المسمى جددت حبك ليه. لنارو